صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة من حوار اليوم. يسرني أن نستضيف الأستاذ طلال الدويهي رئيس حركة الأرض. أهلا وسهلا فيك أستاذ طلال. أهلا فيك أستاذ جورج. صار لكم سنتين وكذا وقت طويل وعم تشتغلوا بالحدث تحديدا بهذه المنطقة لموضوع الأرض ونجحتوا فيه، وكان في جو رائع وجو من الوفاء والمحبة وبعده لهلأ إن شاء الله على طول بيضل. معقولة هذا الجو الإيجابي والحلو والصورة الرائعة عن التضامن والتشبث بالأرض ومساعدة الإخوان أيضا من الطوائف الأخرى في تثبيت هذه الأرض وأصحابها فيها، معقول هيك ننتقل إلى هذا الجو البغيض وهذا الجو القبيح، هذا الجو البشع يلي لا يعكس حقيقة العلاقة بين اللبنانيين؟ من يسعى إلى ضرب هذه العلاقة؟ شو شايف اليوم على الأرض عم بيصير؟ شايف أنه حصل خطأ عم بيتبادل بخطيئة، وهذا الواقع كتير مرير وكتير، يعني نحن كلبنانيين نتعاطى بالشأن العام، أصبنا بخيبة أمل نتيجة الشيء اللي عم يحصل على الأرض. لأنه أول شيء أنا بدي أقول شغلي، الحديث اللي أدلى فيه الوزير الخارجي جبران باسيل هو حديث صار بضمن حلقة ضيقة، منه تصريح علني ولا هو صادر عن بيان رسمي. هلأ الرد اللي عم بيصير بالمقابل أنه رد على اللبنانيين ككل، رد على المسيحيين بالأخص بمناطقهم وبوجودهم، هذا الشيء كتير منأسف لقله وكتير بخلينا أن نتوقف أمام إذا كلمة ورد غطاها صار هيك. لكن الأمور إذا بدها تروح أبعد من هيك شو بده يصير؟ بعدين أنا بدي أقول شغلي، الوزير وليد جملاط قال مرة أنه الموارنة جنس عاطل، بس ما يعني أخذناه الكلام السياسي بروح سياسية رياضية واعتبرنا أنه هذا رأي هو بيمثله، وما قمنا سكرنا الطرقات وما نزلنا المطويات على الطرقات، وليه رحنا اعتدينا على مراكز حزب التقدم الاشتراكي ولا على بيت جملاط. اثنين، بالزمان الله يرحمه الوزير كمال جنبلاط الزعيم الكبير قال على صائب بيك انك انت واحد خاين قزم عميل بعت الحولة بعت ما بعرف شو، ما خلى شيء. رد عليه صائب سليم بوقتها الله يرحمه كمان بكمان اشد بانك انت مخرب وانت منك اشتراكي وانت خاين، وما صار شيء يعني بالنتيجة. اثنين، انه واحد زعماء الموارنة قال على البترك صفير انه تهيج على النسوان. يعني السياسيين عم بيحكوا اللي بالعلن بيحكوه واللي بيحكوه بالسر بيحكوه، ومش انه في ادبيات سياسية عم تحكم بإيران، بس مش مضطر الناس انها تحمل العبء بهذا الشكل. يعني اللي صار على شيء بالحدث هذا الشيء مرفوض بالمطلق، وهذا عم بينعمل كتير من المساعي مشان تلملمت هالجراح اللي أوردها هذا الشيء اللي انعمل عشية بالحدد، واللي انعمل بميرنا الشيلوحي، واللي انعمل بساحة الشهداء انه يتعرضوا لشاب جاي من الجامعة عم بياخد سيارته هجموا عليه لانه بسيارته في صليب. شو دخل الصليب وشو دخل المسيحيين؟ اذا كان وزير الخارجية قدر بتصريح ما عجب جماعة حركة امل. بعدين انه بيطلعوا النواب عم بيقولوا، طلع احد النواب عشية عم بسمعه امام وزارة التربية بيقول على الوزير باسيل انه هذا قزم. طيب انه عم بيصير في حكي من الطرفين، وهذا الحكي عم بي من طرف واحد عم بيصير الحشد على الارض، وبيجوا بيقول نحن ما لنا دخل فيهم، هولي فوضويين او عناصر غير منضبطة. رجعنا لمكولة حرب السنتين وقت يقولوا عناصر غير منضبطة خرب البلد، طابور خامس تحت شعار عناصر غير منضبطة. لا، هذا الموضوع في أشخاص أصحاب هامي في مسؤولية عندهم، إن كان فخامة رئيس جمهورية أو كان دولة رئيس مجلس النواب، هني مسؤولين، وفي جيش وفي قوى أمن وفي أمن عام وفي أمن دولة بيحموا مصير الناس اللي هي على الطرقات كل يوم وراح على أشغالها. ماما مش مسموح بقى يتكفوا بهالطريقة اللي عم تتكفى فيها اللعبة السياسية. في هذا كلام سياسي بنرد عليه بموقف سياسي، ما بنرد عليه بالشارع وبينزلوا 70-80 موتو
طيب اذا كان واحد ما انه دافع ميكانيك الدرك عم ينزلوا عليه، طيب هولي الموتويات ما التقى حدا يوقف حدا منهم ويسالوا وين ورقك وشو جاي تعمل. بعدين هاي البنت اللي هي صورت هذا الحديث ونشرته ووزعته، هيدا اثر على السلم الاهلي بالبلد، ما لازم يجيبوها القضاء؟ وين القضاء بهذا الموضوع؟ وين موقف القضاء؟ وين موقف القوى الامنيه كلها والاجهزه الامنيه بالبلد اللي عم يصرف عليها ثروات؟ وين؟ انا ما قدرت شفت بكل هذا اللي عم بيصير انه في تدخل خجول، لا بيقولوا لك في موضوع سياسي وصراع سياسي، واذا في صراع سياسي وإذا في صراع سياسي، صراع سياسي بيصير ضمن مجلس النواب، بيصير ضمن مجلس الوزراء، بيصير بضمن حلقة السياسية اللي هي تحت سقف الدستور، ما بيصير بالشارع. بيطلع لي واحد ساعة بيحط لي على وجهه شيء وهذاك بيحط لي موتو ما بعرف شو، بدهم يزعروا على الناس وبدهم يأثروا على كرامة الناس، لا هذا مش مزبوط هذا الشيء، يا في دولة يا ما في دولة. ومكولة اللي عم بتصير اليوم هاليومين عم نسمعها على التلفزيونات وعم نسمعها بالشوارع، هذا بدل انه أمن هش ودولة كليتها بمؤسساتها الدستورية من أولها لآخرها ما بقى ضماني للمواطن اللبناني، وهذا شيء مؤسف عليه جدا جدا جدا. على الأجهزة الأمنية تاخذ المبادرة وتنزل على الأرض، هل هذا الظرف بيسمح لهم أن ينزلوا على الأرض ويمسكوا الأمور بقبضة من حديد وممنوع حدا يعتدي على كرامة حدا؟ هذا الأصول. الرئيس بري يصر دائما وهلأ مثل ما عم نسمع من مصادره حتى من نواب القراب له، دولة الرئيس بري يؤكد أنه ما يحصل مرفوض ولا علاقة النواب اللي عم بيقولوا لا علاقة لحركة أمل ولا علاقة لقيادة حركة أمل، وأكيد للرئيس بري بما يحصل، وهيدول الجماعة نحن مش مسؤولين عنه. طيب مين مسؤول عنه؟ انهم منين عم بيجوا؟ منين عم بيطلعوا؟ كيف عم بيفوتوا؟ كيف عم بيروح؟ استاذ جورج ما في تبرؤ من حركه كيف؟ امل منهم؟ لا لا يكون في تبرؤ ويكون في ما واضح المحيط اللي عم بيطلعوا منه وشو التوجه. طيب اذا عم بيطلعوا باعلام، عم بيطلعوا بشعارات على وجههم، ما فيك تجي تقول لي لالي انا انه اذا خيي نزل على الارض وسبك تقول لي انا اقول لك انا مالي دخل فيه. لا ما في شيء اسمه مالو دخل فيه، يا مسؤول يا منك مسؤول. اثنين انا ماني ما اتوجه هون للرئيس بري، عم بتوجه انا لقياده الجيش ولا مديريه قوى الامن الداخلي ولا الامن العام ولا الامن الدولي، يقوموا بواجباتهم امام هالشباب اللي هن فالتي بالشوارع وعم يتعرضوا لكرامه الناس. برايك بواجباتهم؟ يعني اذا ما بدي اقول خجول بس عم بقول انه لازم يكون بصرامي اكثر. لازم تكون بصرامي اكثر. معقول لكان بيوصلوا على على باب ميرنا الشارحي مركز التيار الوطني الحر وقت؟ طيب انه شو بده يعني؟ ما في اجهزه كخي، ما نحن كل يوم بالشارع. الجيش تدخل اوكي تدخل، بس انا مش هيك بدي ادخل، انا بدي ادخل اكبر بصرامي اكثر. يعني اللي صار امبارح بالحد ما بس بقى يصير الحادث من الدخل نمنع في اساسا في امن استباقي عم نعمله دائما، لازم الامن الاستباقي، مديريه المخابرات، المعلومات كلها، الاجهزه اللي عندنا اياها بالدوله يكون عندها شيء استباقي وما تخلي القصص تصير هلا، لان وقت عم بتصير عم تعمل جرح والجرح بيولد نزيف. وبعدين اليوم كله كتر خير الله عم نوصل انه نتائج بعدها مقبوله، بس اذا صار ما صار وسرح الدم مين بده يعيد يهدي اللعبه؟ يعني ساعتها شو بنعمل؟ ساعتها بيتدخلوا؟ لا لازم يتدخلوا قبل، وهالاسماء وهالصور اللي عم تتصور على الوجه مفترض تستدعى الى القضاء والقضاء يمارس دوره. هي مسؤوليه وطنيه على القضاء، مسؤوليه وطنيه على الاجهزه الامنيه، ما فينا نترك الامور لانه وزير ادلى بتصريح اساء الى رئيس مجلس النواب يفلت الشارع بهذا الشكل. انا لني مؤيد للكلام اللي قاله الوزير ولني، بس في خطا منبادله بخطيئه، خطيئة بحق الشعب اللبناني مش خطيئة بحق كليتنا على الطرقات، كلنا عنا أشغال وكليتنا عم نروح ونجي، ما بيصير هيك. وبعدين نفوت على حرمة البيوت ونفوت على حرمة الشوارع ونتأثر ونحكي بكلام نابي باتجاه الرموز الدينية، شو دخل الصليب بهذا الموضوع؟ ليش برام باسيل مع حفظ الألقاب مع علي الوزير هو بترك واللي هو مطران واللي هو مسؤول عن الرعية عن الطائفة المارونية؟ شو هالحكي هذا؟ شو هذا الكلام اللي عم بيصير اللي عم بيطلع دغري؟ شو هالحقد هذا اللي طالع؟ شو بيعملوا لي اعراضات مسلحه؟ وين الاجهزه اللي عم تقول لي نزل الجيش؟ شو نزل الجيش؟ كيف بيطلعوا مظاهر مسلحه بهذا الشكل برشاشات وببدع العسكريه؟ شو وين نحن عايشين؟ يعني عم بيجوا يرجعوا يردونا الى نقطه الصفر.
صحيح. ما بيصير في موقف سياسي أخذوا الوزير باسيل ما عجبه لرئيس مجلس النواب في واجهوا عليه بالسياسي هو شريكه بمجلس الوزراء هو شريكه بمجلس النواب. هاي لعبة بتصير ضمن المؤسسات ضمن سقف القانون تحت سقف الدستور بتصير ما بتصير هذه بالشوارع. إذا هني بدي ينزلوا على الشوارع طيب شو تركنا لكان للفيلتين اللي عليهم مذكرات والزعران اللي فيلتي بالطرقات كيف ما بيصير هذا هيك يعني. وفي كان عندنا ضيف كبير بالبلد رئيس جمهورية ألمانيا معقول انه يوصل انه الأنانية الشخصية بالسياسي توصلك الى تكسر كل الحواجز وما تعمل اعتبار لضيف عظيم مثل الضيف الألماني جاي عندك على البلد؟ ما بيصير هيك. في شيء لازم بقى الناس تفهم شغلة. نحن كلبنانيين ما في خلافات بين بعضنا، نحن عم نشتغل. أنا بشتغل أنا وناس شيعة وناس سنة وناس دروز وما عندي أي مشكلة. ليش عم برجعوا يخلقوا لنا إياها هذه المشكلة؟ مشان مواقع سياسية معينة أو مشان كلمة ينضقر يا خيي على راسي. نحن دولة الرئيس بري بتجاوبه بأسلوبه المرن برئيس مجلس النواب له التقدير والاحترام. ما بنقبل الشيء اللي قال، والشيء اللي قال ما صار ببيان رسمي. بعدين الشيء اللي رديت الفعل على الرئيس ومرت الرئيس وبنات الرئيس شو هذا يعني؟ شو الدنيا فيلتي يعني؟ ما في كرامات للناس؟ رئيس جمهورية رمز وحدة البلد معقول بهذا الشكل؟ طيب اختلفتوا مع الوزير بسيط إيه؟ شو دخل رئيس الجمهورية بالكلام النابي اللي عم تستعملوه يافطات وتحطوه على بالشوارع؟ ما بيهدا شيء، تجاوزوا المعقول بالموضوع. بعدين يا خيي انا بدي اقول لك شغله، ما في حدا رخص بالبلد، ما في حدا رخص. في خواجة وفي منه خواجة، في محترم في منه محترم، في مثقف وفي منه مثقف. هيك في تاخذ المجتمعات هيك بتفصلها، ما بتفصلها بانه اذا كنت انت عندك 5000 مسلح او 5000 قادر تنزلنا على الشارع يعني انت صرت زعيم كبير، واللي عنده 5000 مثقف وراه ما بينزلوا على الشارع وما بيكسروا وما بيكبوا براميل زباله بالطرقات وما بيشعلوا دوليب، معناتها من هن محترمين بالبلد وما لهم وجود بالبلد. في عالم اليوم الكرة الأرضية قرية كبيرة، كل العالم عم تتفرج علينا. هذا شو هذا؟ كيف بدك تبني كيف أنت دولة بدك تجيب مساعدات من برا؟ كيف الناس بدين يحترموك ويعتبروك ويتعاطوا معك كرمال موقف سياسي معين؟ بنخرب الأرض؟ يه. بعدين بيطلع كل واحد بيتنطع على التلفزيون، نحن ما لنا دخل باللي عم بيصير. شو مين لك له دخل باللي عم بيصير؟ مين يخبرونا بس مين اللي له دخل؟ وإذا هني مالين دخل باللي عم بيصير تشرفوا بصرامي أكثر على الجيش وعلى الأجهزة الأمنية الكافة من مديرية معلومات ومن أمن عام ومن أمن دولي، يشرفوا ينزلوا على الأرض ويجوا يستدعوا هالناس والقضاء يمارس دوره. لكن بيطلع إعلامي بيحكي كلمة، ما عاد نشتغل ثلاث جماع على الإعلام بيطلبوا بيجيبوه بياخذوه بيجيبوه، وكل هول اللي نزلوا بالمطويات خربوا الأرض وعززوا السلم وضربوا السلم الأهلي وضربوا الوفاق اللي الناس عايشي تحت رحمته. شو أنا كنت مثلا هيك من عشية هيك اليوم عم قاعد مع مجموعة شيعية، لا هني قالوا لي لك ما تروح على البربير لأن مسكروا الطريق. طيب يا أخي ما نحن كليتنا فرد بوطة عايشين كليتنا وما في خلافات هالقد، في خلاف أنت عندك رأيك أنا عندي رأيي، بس ما هو ضروري إذا أنت ما عاجبني رأيك ولأن أنا بروح بسكر الطريق وبنزل موتويات بيقولوا لك ما قالنا دخل هالي هني من عند من وين جو هول استوردوه من نيكاراغوا يعني. كيف بدها تنلم يا استاذ طلال؟ بدها وعي وبدها يتحملوا مسؤوليه الرؤساء، فخامه الرئيس مع دوله رئيس مجلس النواب مع دوله رئيس مجلس وزراء، هني مسؤولين عن امن الناس وهني مسؤولين عن كرامه الناس. هني بدهم يقعدوا يتعاطوا مع بعضهم بغلاف مغرقه بالقصر الجمهوري بمجلس النواب بالحكومه. شو هالحكي هذا؟ لشو عاملين مؤسسات؟ ولشو كل هالبرستيج اللي اخذينه كل هالشخصيات الضخمه بالبلد واللي هي مستلمه مؤسسات؟ هيدي رئيس مجلس النواب ورئيس السلطه التشريعيه بالبلد، هو بشرع قوانين. هولي اللي عم بينزلوا على الطرقات وعم بيعملوا هالحركات هيدي عم بيسيئوا لرئيس مجلس النواب. هن بيعتبروا انه الاعتذار من اللبنانيين، كنا اول شيء للرئيس بري، الرئيس بري هلا عم بيقول انا امبارح نائب علي بزي اذا لاحظت، الرئيس علي بزي قال الرئيس بري يملك شجاعة، واكيد الرئيس بري يملك شجاعة الاعتذار وشجاعة غير شيء كمان من اللبنانيين عما حصل. يبدو انه المطلب ما عاد الاعتذار من الرئيس بري كشخص لكن الاعتذار من اللبنانيين، عم بيطالبوا الوزير جبران باسيل الاعتذار من اللبنانيين كما اعتذر الرئيس بري على لسان الاستاذ علي بزي نائب علي بزي من اللبنانيين. هل الاعتذار
يلم كل هذا الوضع أم أنه القصة أنه تراكمات مليانة احتقانات بلشت من قبل انتخاب الرئيس ومستمرة بعد انتخاب الرئيس، مرقت بأزمة المرسوم، سوف تستمر مع الانتخابات النيابية إذا صارت انتخابات نيابية، لأنه الهيئة إذا ظل الجو هيك ما في انتخابات نيابية. بدي أسمع منك، هل الاعتذار يكفي في هذا الظرف؟ لا، بالاعتذار تفصيل بهيك جو، الجو في تنقية أجواء، في تنقية بالمواقف السياسية، في تفاهمات بدها تحصل على خلفية كيف ما يدير مع الوزير الخارجية سياسته كرئيس تيار وطني حر، كيف دولة الرئيس مجلس النواب بده يتقبل الموضوع بالشكل اللي هو موجود على تحت قبة البرلمان. أنا ما عم بطلب أنه أنا كل اللي عم نطلبه نحن، يجوز الخلاف بالسياسي ويجوز تعلي سقفك بالسياسي قد ما بدك، انت شريك بالحكومة، انت رئيس مجلس نواب، قادر تقدر تتواجه انت والوزير بسيل والنواب التابعين للتيار الوطني الحر والوزراء التابعين للتيار الوطني الحر، وقادر انت تاخذ رئيس الجمهورية بشكل حكم، وتقدر تفوت باللعبة بنقاش قد ما أخذ طابعه بقلب مجلس الوزراء وبقلب مجلس النواب بضل بإطاره السياسي. أنا اللي عم نعترض عليه كليتنا كمواطنين لبنانيين، قلنا حق نعترض على الشيء اللي عم بيصير على الأرض. هذا شوي بيطلع لي 70 موتوسيكل بيجي لهون، بيطلع لي 70 موتوسيكل بيروح لهونيك. لا، هذا الموضوع في له ضوابط لازم ينضبط، وأنا ماني عم حمل مسؤوليته للرئيس بري. الرئيس بري لأنه هذا الشيء عم بيسيء للرئيس بري. رئيس بري رئيس سلطة تشريعية بالبلد، منا مسح القصة. القراءة السياسية اليوم وقت بيجي أي إنسان بيجي بيتوجه دائما إلى رئيس سلطة تشريعية بالبلد، في سلطة تنفيذية الحكومة، في رئيس جمهورية هو رمز وحدة البلد. ما فينا نقعد ننزل رئيس جمهورية إلى مهاترات بنتك وابنك ومرتك وسهرك وما بعرف شو، وما فينا كمان ندق برئيس مجلس النواب ونسميه باللي سميناه فيه. كل القصة بتنضبط بأدبيات سياسية، نرجع نحن لواقعنا ونتحمل مسؤوليتنا ومنواجه المجتمع اللبناني بأنه نحن مخلصين لهذا المجتمع اللي هو نحن أسأنا إليه. أنا امبارح عم بقرأ شغلي، أحد المواطنات بتقول أنه أنتوا لازم تعتذروا لنا كليتكن، مش نحن بدنا حدا يعتذر للتاني. بس عم بيسألوا عفوا اوكي استاذ جورج ادوار عون رئيس بلدية الحدد معنا باتصال مباشر. استاذ جورج يعطيك الف عافية. اهلا فيك، الله يعافيك، انا بحييك وبحيي مشاهدينا. اهلا وسهلا فيك استاذ جورج. انا حابب اسمع من حضرتك شيء اللي صار امبارح، التعليق عليه، التدابير اللي عم تتخذ، الحلول اللي ممكن تحكوا فيها. انا الوضع هيدا المتابعة تبعيته كيف بدها تكون؟ امبارح اللي صار بالحدد استاذ طلال وكثير من اللبنانيين اليوم عم بيقولوا انه هيدا احد المؤشرات السيئة، علما انه بلدية الحدد وجواره بلدية وئام ومحبة واحترام بين الجميع. لماذا اختيار هذه المنطقة لضرب هذا النموذج الجميل من التعاون بين المسلمين والمسيحيين؟ بدي اسمع رأيك باللي صار. تفضل استاذ جورج. يحيي مع كل الحق، اللي صار امبارح ما حدا بلين فيه ولا حدا إلا ما استنكر. صار في موكب امبارح من دراجات نارية وشوية سيارات مرقوا بشوارع الحدد السكن وبالشوارع المكتظة بالسكان وكذا، صار في نوع من الاستفزاز وحاملين أعلام حركة أمل. هلا انه فالين، يعني هذه كل القصة استمرت حوالي لخمس عشر دقايق وانه فالين اطلقوا بعض الرصاص. هلا الحدث بتعرف غلية ونزلوا الشباب، احنا اول اتصال كان من قبل الى ايادة حركة امل اللي هي استنكرت هالشيء وشجبت هالشيء، وبالعكس رجعوا بعتوا ناس وقفوا حدنا واتصلوا بقيادة الجيش وعطوا التعليمات انه يوقفوا كل هالناس اللي طالع عن القانون واللي ما حدا بريدها. ونحن كحدث انت بتعرف نحن اليوم شوية اخبار على التلفزيونات وبالجرائد انه الحدث مكسر عصا، الحدث ما هيك، الحدث منبع للرجال، والحدث بايام الحرب حطت 1000 شهيد. بقى نحن اكيد منا مكسر عصا، امبارح الحدث بالليل صارت تغلي ما بقي ولا شب الا ما نزل على الطريق، نحن عملنا اللازم وادينا الناس وروقناهم وقلنا له ما حدا بريد هيك، لا هذا العهد فخامة الرئيس اللي احنا بنمشي بتوجيهاته
ولا حتى كمان دولة الرئيس ماليزيريا اللي نحن على علاقة طيبة وجيدة جدا، اللي هو بكل الحدث كل احترام ومحبة. ومبارح كل الناس استنكرت وكل الناس ساعدتنا. بقى هذا الموضوع ما راح نخليه لا يتفاعل ولا يرجع يمشي. الفتنة ممنوع تكون لا بالحدث ولا بغير الحدث. من وين ما بدك تقب راسها الفتنة بقى نقطع على راسها. واليوم من الصبح الاتصالات من اخواننا الشيعة ان كان من الاحزاب من طيارات من العلمات من كل الناس تليفونات، يعني بدون يعمل وقفة تضامنية مساء عن الساعة 6 بالبلدية. وقلنا لهم اهلا وسهلا بالجميع، وبالعكس الجو كثير منيح والعيش الحدث بلدة العيش المشترك وراح تضل. صح صح استاذ جورج، كان عم بقول استاذ طلال انه في ما بدنا نسميه تقصير ولا تقاعس لا سمح الله، لأنه الجيش اللبناني والقوى الأمنية عم بيقوموا بأكثر 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 من تعبهم وجهدهم، لكن عم بيلفت الأستاذ طلال لشغلي أنه في تأخر في الاستجابة على الأرض للجيش والقوى الأمنية. اللي صار مبارح بالحدد بيأكد هالكلام اللي قاله أستاذ طلال ولا أنت ما بتشوف هيك؟ أكيد الجيش ومقتربات الجيش والقوى الأمنية كلها مبارح كانت على الأرض، والحمد لله مشان ما في تقصير من أي جهة أبدا، لا إن كان من الجيش أبدا، بالعكس خلال 5 دقائق كان الجيش منتشر وما واستتب الوضع هو. بس بقيت البلبلة، الشباب بقيت على الأرض، أخذنا شوية وقت لقدرنا علاجنا الوضع، وبتصور الأمور على ما يرام. لكن اليوم في وقفة تضامنية أمام بلدية الحدد الساعة 6 قلب البلدية. صحيح نعم كثير ممتاز، هذا بيطلب من إخواننا الشيعة جميعا ممتاز. وأنا كثير حبيت هالشغلة وقلنا لهم أهلا وسهلا، الحدد بلدة العيش المشترك والبلدية بلدية الجميع، وأهلا وسهلا باللي بيجي. أستاذ جورج اليوم كمان سمعتك ريت أنه حضرتك قلت حركة أمل لا تغطي الزعران ولا صحيح. تقبل ولا صحيح. تقبل بهذا الشيء. شو الكلمة اللي بتوجهها لأخوتنا وأهلنا في الضاحية الجنوبية، خليني أقول الخط المقابل للحدد، شو الكلمة اللي بتوجهها لحركة أمل وجمهور حركة أمل في هذا الإطار؟ أهلنا بالضاحية الجنوبية من الصبح قلت لك اليوم الاستنكارات نعم. تقريبا تليفوني معادي كل الناس تلفنت وشجبت واستنكرت، وكل الناس اليوم جاية، وحركة أمل قيادة حركة أمل قلت لك من امبارح عشية كان الوضع كثير كويس، وإني ما رضيوا بهالشيء، وكانت الاتصالات على ما يرام وساعدونا كثير. بالعكس هن كمان ما بيريدوا الفلتين هذا يصير والمسؤولين اللي حكيت معهم اكدوا لك التزام وتعهد وتاكيد على انه لن تتكرر هذه ما حصل، لن يتكرر أكيد. واليوم كمان في اتصالات وفي اجتماعات وفي بتصور الوضع لن يتكرر ولن ما حدا بيريده يعني لا يتكرر. بتصور اليوم بده يصير في اجراءات على الارض لحتى ما يعود يصير في ولا باي منطقه مثل اللي صار امبارح. تعتبر انه ما حصل شغله ومرقت والوضع جيد؟ صحيح صحيح. استاذ جورج نحن بنوجه لك تحيه، بنوجه تحيه لبلديه الحدد ولاهل الحدد، الابطال تاريخهم ما بدهم شهاده من حدا، هن بيعطوا شهادات، ونتمنى الوئام والمحبه بين الجميع، والله يهدي البال والاحوال. بجدد شكري لك، وايضا منهنيكم على رباط جيشكم وعلى التعامل الصادق والتعامل الواقعي والمدرك وعدم الانجرار الى الفتنه، وان شاء الله بنضلنا هيك باذن الله. شكرا لك استاذ جورج، كلام طيب قاله استاذ جورج وكلام حركه امل، اكدوا له انه نحن لا نقبل، لا بل في وقفه تضامنيه اليوم مع بلديه الحدد مع الحدد من اخواننا الشيعه اللي جايين. برافو، هيدي شغله كثير منيحه، كلام مسؤول، كلام جيد جيد جيد. وكان عم بيقول انه الجيش كمان ما تاخر او كذا، ولكن التدابير من هلا ورايح. بس انت عم تقول شغله مزبوطه، كانت انه نحن ما بدنا يجوا القوى الأمنية من بعد ما تصير بدنا يكونوا قبل. بس يا أستاذ بتصير العملية بكرة أنه الدولة كلها بتصير مخافر، يعني على الأرض بتصير كله مخافر، بس منيحة أحسن من المشكلة. يعني بالآخر تضحيات الأجهزة الأمنية بهذا الموضوع تكافأ عليها من قبل الشعب اللبناني، الاحترام اللي عم بيقدمه الشعب اللبناني للجيش والمحبة اللي مقدمها الأجهزة الأمنية والتعاون اللي عم بيصير، هذا كله بينعكس نتيجة العمل الدؤوب اللي عم بيقوموا فيه الأجهزة الأمنية. نحن عم ندعي لمزيد من لمزيد من النشاط في هذا الموضوع، بيتنشطوا زيادة والقضاء يتحرك زيادة حتى ينضبط الموضوع، حتى كمان الأحزاب. إنه هلا أنا عم بسمع الرئيس جورج شو عم بيقول، إنه حتى مسؤولية حركة أمل
اللي هني عم بيجذبوا هذا الموضوع وتعاونوا مع البلدية ومع المسؤولين السياسيين بالحدد مشان يضبطوا الموضوع. كمان اليوم الدولة وقت تحزم أمرها بموضوع أمنيا بتساعد المسؤولين بحركة أمل، وبتساعد المسؤولين السياسيين أن يقدروا يساعدوا ويحسنوا الواقع بالأرض. أنا المأخذ اللي أنا عندي من يعني السياسيين بيعلوا الصقف، ما انا الجديدة هذه كل عمرها السنات انفلتي على بعض، بس انه المشكلة وين؟ المشكلة انه في حدا بده يضبط الايقاع، يعني في حدا بده يضبط الامن. ما بيصير انت اليوم يجوز لك ما لا يجوز لغيرك، يعني الناس بدها تحكي. صحيح صحيح. فهذا الموضوع يعني انه نحن انا مأخذي على التصرفات اللي عم بتصير على الارض، مش عم هلا نواب عم بصديقنا وحبيب قلبنا النائب علي بزي عمل هجوم، انا بعتبر انه هجومه مبرر بس ضمن نطاق المنطق السياسي عم بيحكي، مش بس انا عم باخذ مأخذ اللي هني ما ينزلوا ويعملوا عرض عضلات عسكريه ويعملوا مواكب ويسبوا ويتصرفوا بتصرفات، هذا المأخذ نحن، مش المأخذ على اي نائب علي خراس ولا نائب كل نواب حركه امل اللي هني انتفضوا للموضوع لتدافعوا عن كرامه الرئيس مجلس النواب، ونحن منشد ايدنا على ايدهم بهذا الموضوع. ما بنقبل حدا يمس رئيس مجلس نوابنا، بالنتيجه هو رئيس مجلس نوابنا كليتنا. فالموضوع نحن بس كمان صارت طرطش على الرئاسة الجمهورية. ايه كمان يعني هذا الشيء بعتقد انا دولة الرئيس بري ما بيقبل فيه، وما مفترض انه هذا الموضوع بس ما صدر شيء يستنكر التعرض لكرامة ومقام رئاسة الجمهورية. هذا غلط، مفترض في مقامات بدك تضل محترمها لأنه هيدي مظلة للكل، ما فيك شيء أنت تحط. إذا أنت أنا مختلف مع حدا طرف سياسي حتى رئيس جمهورية بالتداول، لا، رئيس جمهورية فوق، لازم يكون عنده اعتباره ويكون ينترك لأمور مصيرية، ما يكون يفوت بالزويريب. رئيس جمهورية ما بقى يفوت بالزويريب، وما عاد هو رئيس حركة التيار الحر، صار هو رئيس جمهورية لبنان. معك حق أستاذ طلال، بس في ربط عم بيقام بين الوزير جبران باسيل وفخامة الرئيس، وحركة أمل لا تخجل ولا خليني أقول ليس عندها أي حرج من القول أنه هناك ارتباط بين الوزير جبران باسيل وسيد العهد، وعم بيقولوا أنه لو ما الرئيس عون يبسط ظل حمايته ورعايته ومباركته على الوزير جبران باسيل ما كان حكي هذا الوزير، ما كان حكي الوزير باسيل هذا الكلام، وبالتالي المشكلة ستنتقل إلى مع رئيس الجمهورية إذا لم يعتذر الوزير جبران باسيل. عم بتشوف الربط؟ عم بشوف الربط، بس أنا يعني ما فيني أمشي بهذا الربط، لأنه رئيس جمهورية ورئيس التيار الوطني الحر هو وزير بيمثل الحزب. خلينا التعاطي تيعطي نتيجة بده يصير بين دولة الرئيس نبيه بري ورئيس الجمهورية. خلينا نترك موضوع الكلام اللي صار لا يتقرر مصير هذا الكلام وكيف بدها تطلع المخرج بروح وطنية. خلينا نعالجها بالمنطق الوطني ونكون ونبين للشعب اللبناني ككل انه في عندنا مسؤولين حريصين على كرامتنا وعلى امننا وعلى هلا بالسياسة. ترامب انت بمقابلة مع منافسته كلينتون شو قال له؟ يعني انه اذا بنشوف نحن بانجلترا بالزمان تشرشل شيل بوت وصار يخبط فيه خروتشوف بالامم المتحده شيل بوت وصار يخبط فيه، يعني القصص بالسياسي بتصير، بس لازم نحن نكون عقلنا واسع ونقدر نتقبل الاخر ونحكي مع بعضنا بطريقه ولو انه علي العيار بالكلام، بس بالنتيجه في حدا يعني في واحد بده يستقل عن اهله، ايه هي خبريه بخبرونها بالضياع، وقرر انه هو بيو يجيب له بقره مشان يرعاها ويعيش من وراها، فقال له بيو انه بتروح بترعاها وبتدير بالك عليها، هذا صار مصيرك معلق فيها. راح هذا وقرت الغفوه والبقره شردت، فقال له بيو شو عملت؟ قال له طلبت من القديسين، قال له ما رجعت، قال له طلبت من الله، قال له يا ابني ما بيصير تطلب من الله، تطلب من القديسين ما رجعت البقرة متشكل الله، هلا طلبت من الله مين بدنا نشكل؟ يعني اذا كان القصه بدنا نحطها بين دوله الرئيس نبيه بري وبين رئيس جمهوريه، طيب ما بنقدر نروح نتشكل بقى. اليوم اخطا الرئيس التيار الوزير معالي الوزير الخارجيه بكلام معين متشكل رئيس جمهوريه،
رئيس غلط احد النواب او احد المسؤولين بحركه امن تشكل رئيس بري، بس ما في اذا كان بدهم يبلشوا هني وقعوا بالغلط مين بدنا نعيد نتشكل نحن؟ فالقصة المسؤوليات ورجال الدولة لا بيوصفوا انه اليوم انا مثلا انا شخصيا بحبه للرئيس بري، لا لانه بعتبره بدور زوايا مزبوط ومرن ومهضوم وبياخذ الامور بصدره وبيعالج بسرعه. بس انا ما استغرب يعني هلا ممكن كتير يكون رئيس بري زعل على الكلام اللي قاله، أكيد زعل. بس انه بالاخر طبيعي. هو رئيس السلطه التشريعيه، انه هو رئيس السلطه التشريعيه ما بيقدر يعني مش بس رئيس السلطه التشريعيه، رئيس بري زعيم خي اوكي وعنده قاعده طويله عريضه وعنده ناس بيمشوا معه. انا بعرف أنا حجم زعيمته في مسؤوليه بالشارع وبالشرعيه يعني رئيس بري يجمع بين الشرعيه والشارع. رئيس بري باهميته وين؟ انه زعيم كمان في جزء من المسيحيين هو بيمثلهم صح يعني رابع له وبيتعاطوا معه وموجودين حد منه دائما. وانا كرئيس حركه الارض زرته وقلت له قبل ما بدي اترك من عنده انه انا يعني اللي حقدم لك البين لانك صرت انت بحركه الارض، قد ما كان متجاوب مع مطالبنا وقد ما تفهم الموضوع. فالرئيس بري منه بقى مستوى اللي صار بالشارع يعني. والرئيس عون منه مستوى بالكلام اللي الاول صحيح. فخلينا نحن نحيد الموقع الكبير اللي هو فخامة الرئيس والموقع الكبير اللي هو دولة الرئيس ونعد نحط الأمور قدامنا ونعد نعالجها. في حدا بالآخر في حدا بيقدر يقول له للوزير بسيل أنت هون غلطت وبين طلب منه اللي لازم ينعمل كرمال مصلحة الشعب اللبناني وكرمال كيان الدولة، بس مش أنه منزل على الشارع ومنكسر ومنخبط مشاعر الدوليب ومنقول له بدك تعمل هيك. هذا شيء بين دولة الرئيس وفخامة الرئيس بتعالج، وبوجود الرئيس الحريري اللي هو كمان كان عم بيلعب دور كتير حلو بيقدر القصص توصل. ولو قال يعني كمان مثل لعب دور كتير حلو معالي الوزير الخارجية السابق الوزير جون عبيد اللي زار فخامة الرئيس زار رئيس بري، وكان بعرف أنا أنه هو كلمته مسموعة عند اثنين ومحترم عند اثنين، بس بكلامه المنمق والذكي يعني والعميق للوزير عبيد طالب الوزير جبران بسيل بالاعتذار. يعني خليني أوصل لخلاصة كلامه للوزير عبيد، عم بيقول له للوزير جبران بسيل يا معالي الوزير فك المشكل واعتذر لأن الاعتذار من شيم الكبار صحيح وما بتصغر إذا اعتذرت ما سمي للوزير صحيح. لكن كل الكلام عنه كان صحيح. يعني المخرج برأيه أنه قدم هذا الاعتذار وبتنتهي القصة وأنت إنسان كبير وبتكبر أكثر بالاعتذار ما بتصغر. هذا يعني هي هي اللي صاير اليوم وقت اللي ناس بتحلوا بالحكمة اللي بتحلى فيها الوزير عباد أنه يفوتوا بالموضوع. هو صديق اثنين يعني. هو صديق اثنين وصدقته الاثنين بتعطي نتيجة على مستوى الوطني، فالواحد بيضوع هيك أمور لأنه هذا الشيء اللي هو لازم يصير. بمحل يمكن أنا أكون عم بحكي بكون عم غلط، بس في ناس بتجربة سياسية ما بيغلطوا لأنه عندن الحنكة وعندن تجارب السابقة. نحن أنا عم بحكي اليوم باسم أكثرية اللبنانيين اللي انزعجوا من الواقع اللي صار على الأرض ومن الإعراضات اللي عم بتصير ومن هذا الفوضى اللي عم بتصير، ما بدنا إياها. بالسياسي كله واضح بيتزبط. يلا بناخد بريك أستاذ طلال الدويهي رئيس حركة الأرض، نرجع من بعدها نتابع حوار اليوم. أهلا بكم مجددا في حوار اليوم، وأهلا بالأستاذ طلال دويهي رئيس حركة الأرض. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيك. مجددا أنا بس سؤال ناس كمان عم تطرحه بأمانة بطرحه وأكيد بمحبة واحترام نطرح هذا السؤال الشريك والحليف الكبير بين التيار الوطني الحر يلي هو حزب الله مع التيار الوطني. أين يقف حزب الله؟ والله يعينه يعني حزب الله، كلمة الناس العارفين حقيقة الوضع من دون أي مغالاة بيقولوا الله يعينه حزب الله، هيدا صديقه وحبيبه وهيدا صديقه وحبيبه واثنين سوا. بس أنت برأيك شو ممكن حزب الله يعمل بهيك وضع؟ هلا يعني هذا الوضع ما في غير حزب الله قادر يلعب ويعدي نتيجة. ليش؟ لأنه هلا اليوم خلينا نفترض إنه الخلاف بين الحليف والأخ حليف الحليف
اوكي. مين بده يتدخل بالموضوع؟ يعني انا بدي اتدخل بالموضوع؟ في حكماء تدخلوا وقدروا نفسوا الاجواء، بس اللي هو بده يعمل بروتوكول جديد ل هالموضوع اللي ما توصلنا له، قواعد اشتباك جديده ولا بده يعمل، بده يرجع يحيي توافق اللي انتج رئيس جمهوريه، بده يرجع يحيي هذا الموضوع مشان ما يعيد ياثر، لانه القصه ما انا قصه رماني، قصه قلوب ملياني، مش القصه قصه انه كلمه ورد غطاها، القصه بالسياسه وعلى الحزب، على بيقولوا على قدر العزائم، على قدر اهل العزم تأتي العزائم. فالحزب بهذا الموضوع عنده موني على كثير اطراف مسيحيه وغير مسيحيه. فاليوم اذا انا خيي معلق هويك، انت صديقي هو خيي، ما انت عمين بتصير اول شيء على خيي وبعدين بتجي على صديقي. بس ما في لحديث هلا، والحزب بيقول، وصادق الحزب اكيد بيقول، ما في تواصل بين الجهات المعنية بهذا الخلاف، ما في تواصل. هذا يعني بعض الأمور مثل ما هي، يعني ما في تواصل بين حزب الله والوزير باسيل، أو بين تيار وطن حر وحزب الله، ما في تواصل أكيد بين تيار وبين أمل، وما في تواصل بين الثلاثة مع بعضهم، حتى مع رئاسة الجمهورية بين حزب الله ورئاسة الجمهورية. ما بعرف إذا الكلام اللي عم ينقال هيك هو دقيق، لكن لحديث هلأ لا وسطات، لا بل دعوات إلى التهدئة من دون خليني أقول أشياء حسية ملموسة تؤكد السير في هذا الاتجاه والتوصل إلى حل يثبت هذه التهدئة. يعني هي أستاذ جورج اللي هو الناس تطمح له هو موقف من السيد حسن، بهيك أمور القصة بدها موقف من السيد حسن. هلأ أنا بعتقد على قد ما أنا بعرف وأنه في اتصالات عم بيعملها الحاج وفيق مع الفرقاء المتنازعين بالسياسة لتهدئة الأجواء، بس اليوم إذا كنت أنت بدك تعمل اتفاق أو بدك ترجع تبلور صيغة جديدة لهذا الخلاف، بدها القصة تدخل مباشر من السيد حسن. أما وأنه بدك تلتجئ للقوانين وللقضاء ولا تحت سقف البرلمان. نرجع للقصة هي ذاتها، يعني بده يرجع الرئيس بري يمارس دوره كرئيس مجلس النواب، وبده يرجع فخامة الرئيس يمارس دوره كرئيس جمهورية لبنان، ويطلعوا على مصير الناس اللي هي الرعية تبعهم. أما وأنه يعني أنا مثلا متفاجأ أنه ليش لحديث هلا الحزب ما نشط اتصالاته بأفعل، يعني انه ليش ما تدخل السيد مباشرة، لانه القصة وصلت لمحل بتهدد بالانفجار. يعني انا دائما مأخذي انه وقت اللي عم بطلب، تعرف انت محبتي للجيش وللأجهزة الامنية وقربي منهم، بس انا وقت بطلب انه يتدخلوا قبل ما يصير، لانه هني عندن القدرة انهم يتدخلوا، هني القوى الشرعية صحيح تتدخل صحيح. قبل الموضوع، قبل ما يطلع الموكب، طلع الموكب مشي من الضاحية او مشي ما بعرف من وين ورايح باتجاه الحدد، لين مفترض الجيش يسكر الطريق قبل ما توصل مشان ما يصير احتكاك. هلا كتر خير الله عدت على خير، بس انه لو ما عدت على خير كان نتائجها صعبه. لهالسبب انه اليوم في واقع عم بيحصل، عم بيتطور مأساويا اكثر، عم بيروح بغير محل. على المسؤولين وكل واحد على قدره بيتحمل مسؤوليته. فانا يعني ما بدي بقى فلسف الأمور أكثر ما هي تماماً. كل لا الناس صارت تعرف القصص وين الحل بيصير والربط وين بيصير. سيس طلال في مؤتمر المغتربين بأبيجان، لا بحكي عن أبيجان بكرة، ما هيك اثنين شباط. أول شيء يعقد لا يعقد، بيروح الوزير باسيل ما بيروح الوزير باسيل، كيف يستقبل الوزير باسيل؟ هل نحن ما عم نتكهن وعم نضرب بالرمل؟ بس بهيك أجواء، أنت برأيك بهيك أجواء أول شيء هذا المؤتمر يعقد؟ هل يجب أن يعقد؟ ما بعرف شو الرابط بين تحركات على طريق المطار هيك وعم كل شوي، ما بعرف، خلينا نقول بس مشان ما رسائل انه ما تعملوه
انت برايك كنا بمشكله هون بنصير بمصيبه هونيك او ان شاء الله؟ يعني اذا انعقد المؤتمر مش مصيبه، عم بقول بمعنى ان شاء الله لا انه كمان تنتقل المشكله هونيك، ما بدنا كمان الاغتراب يعني الانقسام هون صار انقسام هونيك. انا بدي اقول لك ما في شيء ببشر بالخير رح يصير لا لبنان بس بدنا ننتبه على شغله امبارح. انت برايك لازم ينعقد المؤتمر ولا أنا مع التريث؟ انت مع التريث انه بانتظار اجواء افضل لك، لانه امبارح وزير الدفاع الاسرائيلي العدو الاسرائيلي شو بيقول؟ انه البلوك رقم 9 هذا منه للبنان هذا لاسرائيل، لبنان عمل اعلان مناقشه تلزيم معناتها بدنا ننتبه على شغله، بس نختلف ببعضنا بيتدخل الاسرائيلي مشان يخش من غير زاويه. في عنا عدو نحن مشترك هي العدو الاسرائيلي. بدنا ننتبه على موضوع في دائما بالحياه في سقف عالي وسقف واطي وسقف يعني نحن اليوم الوزير معالي وزير الخارجيه الاستاذ جبران باسيل لازم يكون عنده اكيد الرؤيه الكافيه لهالموضوع، بالاضافه الى نمط شخصيته كمان بدك تتعاطى معه على نمط شخصيته هو. فعمليا بدنا انا بموقعي لانه انا بعتبر حالي اني صديق للوزير باسيل بقدر بحكي انه انا بطلب منه التريث بالمؤتمر حتى نجلي الواقع اللي هو صاير بالداخل عنا، لانه الداخل هو الاساس مشان تقدر نطلع على الخارج. صحيح صحيح. نحن اذا كنا مش في هالخلافات الجذريه بين بعضنا منا قادرين نطلع نروح على الخارج ونكمل. الشيء اللي هو عم بيعمله كان الوزير باسيل عمل كتير جيد وبيصب مصلحة لبنان داخليا وخارجيا، بس ولكن نتج عنها خلافات، وهالخلافات شوي شوي يعني عم توسع وعم تكبر وعم تاخذ مناحي مش مزبوطة. فالحكمة بتدعي انه نتروى بأي خطوة بدنا ناخدها ونحط الطابة تبع هذا الموضوع بإيد دولة الرئيس بري وفخامة الرئيس ميشيلون. حبيبنا السيد إلي أسود المحامي والصديق والرفيق النائب السابق لقائد القوات اللبنانية إلي أسود، سلام للشيخ طلال، ويطلب منك أن تدير حلقات عن جيل الأرض مثل جيل الإنجيل على الأوتيفي. هلأ رح نسكر هذا الملف وإن شاء الله هذا الملف اللي عم نحكي فيه سكر، تنتهي الأمور على خير ومحبة وهدوء وراحة بال، وينصرفوا كل المسؤولين لا متعايش اللبنانيين. صحيح. هلا نسيوا كل شيء هلا كل شيء نسيوا، ما في شيء هلا صار تسريب فيديو اهم من النفايات والاتصالات والاقساط المدرسيه، العالم ميته العالم طالعه صرختها، واهم من الازمه الاقتصاديه واهم من البطاله واهم من الشباب. نسبة البطالة بين الشباب اللبناني 35% من بين أعلى النسب. صحيح. ونسبة السقافة بالشباب اللبناني والصبايا اللبنانية من أعلى المستويات وعندهم البطالة. نعم عم بيقولوا لي حركة أمل، نعم طلبت حركة أمل في بيان صادر عنها التوقف ووقف أي حركة في الشارع أو النزول إلى الشارع. هلأ هيك عم بيقولوا لي الزملاء بالرجي حركة أمل نقدم لنا الاحترام والتقدير، مشكورة حركة أمل أكيد. وأكيد الحس الوطني وإدراك أهمية هذا اللحظة وأكيد الموجودة مسعد الرئيس تضع الجميع أمام المسؤولياتهم. أكيد هي مبادرة جيدة إن شاء الله إن شاء الله الله يكملها بهذا بقى. لكن ها كنا بدنا نختم وختامة مسكنت بهذا البيان يلي بتقول فيه للوقوف للتوقف عنه. إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. بس نرجع ها نفوت حركة الأرض لصديقنا وخينا وحبيب شو بترد عليه لأستاذ إلي أسود؟ بدي أعملها أنا ويا الأستاذ إلي جال الأرض، بدنا نعمل جال الأرض مزبوط. هو دائماً حلوة فكرة حلوة، هو دائما بيعطيني أفكار حلوة ودائما هو مواكبني، هو أستاذنا يعني بالآخر. عسلامته أستاذ إلي، موجه له تحية، وكمان أنت موجه لك تحية. هالتعب اللي عم تتعبوه بحركة الأرض تشكر عليه وتقدره، وإن شاء الله يا رب يضلوا في أرض تحكوا فيها، أهم شيء هيدي. ورح تضل الأرض بإذن الله، رح تضل الأرض ورح يضلوا أهل الأرض ورح يضلوا ناس الأرض من 2000 سنة. وهلأ بموضوع الأرض متكلين على دولة الرئيس نبيه بري بدعم مشروعين تقدموا فيه النواب، إن شاء الله رح يساعدنا الموضوع. هو وعدنا رح يساعدنا فيه أكيد يعني. وعدكم ويفي الرئيس بري بوعده إن شاء الله. لكن طيب خليني فوت أنا وياك بما تبقى لنا من الوقت في مؤتمر ببلجيكا بدنا نروح عليه، في مؤتمر أبو زيد، أستاذ طلال الدويهي،
في مؤتمر ببلجيكا حكينا عنه شوي إذا في مؤتمر ببلجيكا أعدته منسقية أوروبا بحركة الأرض اللي هو مسؤول عنها الأستاذ ريمون كيري. نعم. أعد المؤتمر ببروكسل ودعا إلى الجالية اللبنانية. نعم. حتى يكون موضوع الوجود المسيحي في لبنان وفي الشرق الأوسط اللي هو ملازم للأرض. يعني طبعًا. دائما أنت بتكون الكيان هو بيخلق من الأرض، ما في جمهورية بدون أرض، يعني ما في شيء. طبعا طبعا. فهذا المؤتمر حينعقد بثلاثة شهر، يعني يوم السبت بدنا نكون ببروكسل. حيكون في الكلمة أساسا بيفتتح المؤتمر منسق أوروبا بحركة الأرض الأستاذ ريمون كيري، بعدين في كلمة لسعادة السفير اللبناني في بلجيكا بتكرم علينا بكلمة، بعد منها في الوزير وزير التنمية بالاتحاد الأوروبي أو بالسوق الأوروبي الوزير أندري فلاهود. نعم. وفي كلمة للنائب اللبناني أمل أبو زيد، وفي كلمة لممثل أمين عام الرابطة المارونية الأستاذ أنطوان وكين بالدولية. نعم. الأب طوني خضرة رئيس لابورا. رئيس لابورا. وفي كلمة لدعيك لك أهلا. وفي كمان كلمة لبروفيسور بالأكاديمية بلجيك اللي هو عنده فلسفة خاصة بموضوع الحضور الكاثوليكي بالشرق. نعم. كريستيان كانويه بعتقد إذا ماني غلط بالاسم. المهم بالموضوع أنه في كمان مشاركة مع كلمة للأباتي مارون أبو جودي الأباتي رئيس الرهبني الأنطونية اللي هي كمان عندها دير. وبعدين في مداخلات من الجالية اللبنانية ومن الحضور، لأنه كمان في شخصيات بلجيكية كنواب ووزراء ورؤساء حكومي سابقين حيكونوا موجودين معنا، وفي حضور كمان الاتحاد الأوروبي حيكون موجود، وفي وفد إعلامي من زميلتكم تيلي لوميير، وفي سعادتك حتكون الله يديمك حتكون أنت مراقب إعلامي بموقع أكون مراقب مثل بجنيف ولوزان عبد الحليم تلعب دورك يقعد ورا كأستاذ جورج ياسمين لا سمح الله وفي معنا إعلاميين حيكونوا موجودين معنا من نادي صحافي ومن غير محلات موجودين بهالمؤتمر اللي هو عاملينه مشان الوجود المسيحي في لبنان والشرق الأوسط. عظيم، كتير منيح، كتير منيح. يعني هيدي سمبلة قمح بلشت تزهر إن شاء الله. وتمهيدا لأنه بدنا نروح على غير محلات بكرة، على كندا وعلى أستراليا. شو قلت لي رايح بسبعة الشهر على الكويت؟ إيه؟ تحتفلوا بعيد مارمارون بالكويت. إيه؟ نحن كل سنة في المجلس الرعوي الماروني بالكويت. برافو. الكويت الشقيق اللي هو فخامة الرئيس كان بالكويت. والكويتي بيحبوا اللبنانية وبيحترموا خصوصيتهم واللبناني بيحبهم. فرايحين هذه كل سنة، أنا هذه بكون سادس مرة بكون مرمرون بنروح نحتفل بالكويت وبنحضر قداس بالكويت وبيصير في لقاء مع الجالية وبيكون في كلمات كمان بالموضوع وفي كلمة لحركة الأرض بهالموضوع. كتير منيح. عم نحكي عن حركة الأرض، عم بتعانوا بعد المعاناة؟ لا أنا قصدي في شيء بين بهالشهرين حلحلي أفضل من ما كان وضع عليه. بالمختصر نحن كل مطلبنا كحركة أرض هو مشاريع قوانين بمجلس النواب. اليوم تقدم مشروعين بسموه مشروع معجل مكرر قدموا النائب حكمة ديب فيما يختص ببراءة الذمة البلدية، وهلأ من فترة قدم النائب أمل أبو زيد مشروع كمان معجل مكرر لرئيس مجلس النواب بالحق الشفعة للجار. مزبوط. هذا هو الموضوعين. ما تضوع عليها كتير، لازم تضوع عليها. شو هدفها؟ بس معلي لو طلبت منك ترجع تشرح للرأي العام للمشاهدين. أوكي. الكرام، هيدي النقطة تحديدا لأنه مش كتير عم تكون واضحة بصراحة. يعني اليوم نحن سنة 1996 تقدم، كانت موجودين هني بالدولة. نعم. بالقانون اللبناني تقدمت حكومة الرئيس المرحوم الرئيس الشيخ رفيق الحريري بمشروع قانون مر من خلال موازنة 1996 ألغى براءة الذمة البلدية وحق الشفعة. نعم.
هلا هذا الموضوع بأخل بتوازن بالبلد، وصار عم بيخلق نوع من التغيير الديموغرافي. أوكي. فنحن وقت اللي أنشأنا حركة الأرض أنشأناها على خلفية إنه بدنا نعمل لنرجع نسرد هالقانونين. أوكي. وبآخر فترة أنا قدرت كرم علي دولة الرئيس البلدية وحق الشفاء. إيه. كرم علي دولة الرئيس بري باستقبالنا كوفد من حركة الأرض، وناقشنا معه هذا الموضوع وكان متحمس جدا لهيدي الموضوع، وقال معك حق فيها وأنا بدعمها. وخلي كان إسا وقتها كنا مقدمين، بس كان النائب حكمة ديب مقدم براءة زمي البلدية، قال قدموا حق الشفعة للجار وأنا بوعدكم أني حكون إلى جانبكم بهذا الموضوع. فنحن هلا يعني جيتنا هالقصص هيدي خربطت لنا المزاج، كنا نحن طالبين موعد من دولته نروح لعنده ونكمل الشغل اللي نحن عم نشتغل على أساسه، واللي هو الرئيس بري بصراحته المعهودة وبمرونته استوعب الموضوع وتناقش معنا بكتير من الجدية وعطونا مراحل تاريخية شجعتنا عن هو كيف بيفكر بهذا الموضوع. وإن شاء الله خير، بس تمرق هيدي هالغمامة اللي هلا نحن فيها إن شاء الله يا رب، ونرجع للحياة الصائبة من جديد ونرجع نزور دولة الرئيس بري ونكمل المشوار نحن. أنت متفائل؟ أنا متفائل إن شاء الله. أنا بالحقيقة بس متفائلين يعني بتفائل ليش؟ لأنه بالآخر من حرصن يعني هن بالآخر بيفكروا بحرصن على البلد يعني وعلى الناس وعلى الشعب بإذن الله. شو عندك كلمة بعد قبل ما نختم الحلقة؟ عندي شو بتوجه للبنانيين؟ شو بتوجه بدون تفرقة؟ شو بدك تقول بهيدي النقطة بهيدي اللحظة، لحظة التضامن والقوة والمنعة؟ شو لازم خلونا ناسيين انه بالبلد في طوائف متعددة ومذاهب متعددة، خلونا نرجع لبنانيين، نرجع ننسجم مع بعضنا مثل ما كنا منسجمين مع بعضنا. وأنا الماروني أقدر التجي للرئيس بري مشان تقدر أوصل لمطالبه، والشيعي يقدر يلتجي للرئيس عام مشان تقدر يحقق مطالبه، ما يكون في كفوف بين بعضنا وما يكون في. نحن مبسوطين كتير أنه وصلنا لمرحلة أنه أنا قادر روح لعند رئيس بري إشكيله، وأخي الشيعي قادر يوصل للرئيس عون يشكيله، وأخي الدرزي بيروح لعند الرئيس الحريري بيشكيله، والسني بيجي لعند الرئيس. يعني عمليا ما عادت كتير الأجواء، بقى بدنا نطلع من المذهبية ونطلع من الطائفية، ما بدنا نرجع لها. يعني ما بدنا لكلمة لزلة لسان من هون أو موقف من هون نرجع يردونا على نقطة الصفر اللي نحن ما منبهي ما بدنا إياها. صار في كتير بالزمان، لازم يكون إن الماضي نتعلم. الله يرحمه المؤرخ جواد بولس كان يقول إن الماضي مشعل في يد الحاضر لإنارة المستقبل. حلو. نحن بدنا نستعمل ماضينا تنور، تنروح ننور مستقبلنا، تنستعمله بالحاضر تنور مستقبلنا. نحن بدنا الرئيس بري يتعزز بموقعه برئيس مجلس النواب ويكون له مشاركة فعلية بالدولة، ورئيس الجمهورية يكون كمان رئيس جمهورية كل لبنان وعنده سلطته وعنده نفوذه على كل الناس، ورئيس الحكومة اللي هو السلطة التنفيذية كمان له اعتباره والاحترام. واللي حصل معه بالسعودية شفنا الموقف، كان موقف لبناني صحيح. لا مذهبي ولا طائفي، كل العالم حرام يتضيع هذا، وهذا كله ما لازم يتضيع بلحظة الوطنية تحت راس حرام. كلمة أو من تحت راس شيء. وأنا إذا كنت غلطت ما حدا كمان بأذر من كل حبيبي. أنت على سلامتك يا أستاذ طلال، حفر وتنزيل درة وظهر كلامك، أسلمتك أسلمتك. فنحن إيجابيين بهذا الموضوع، وما بنقدر نحقق مطالبنا كحركة أرض نرجع للصيغة اللبنانية المضبوطة إلا إذا ما نكون إيجابيين. صحيح. تحكي مع صحيح. الكل صحيح. ما فيك تضل هالأرض مواطن. هالأرض لقلنا كلنا. يعني هني بياخدوا علي بعض الأحيان أنه أنا مطالبي متطرفي، لا أنا يعني أنت بالحق نحن متطرف. نذهب بخط اليمين حتى نصل إلى ما نريده. أنا ما فيني أنكر تضحيات الرئيس الحريري بيو هو واللي عم بيعملوه، وما فيني أنا أنكر لتضحيات الرئيس بري بجهاده ونضاله، ولا لحزب الله أنه حزب مكون لبناني بدي أحترم أنا الشيء اللي هو بمبدأ وماشي. وما فيني أنا أتجاوز أنه في رئيس جمهورية ما لازم يمس فيه بالطريقة اللي نمسد. يعني كله اليوم انت ما فيني انا اعطي رايي باللي انت لابسه ان كان اسود او اخضر او اصفر، بس فيني اعطي رايي اذا منك لابس بكون شواز، بس مش اذا لابس. فهني اليوم في رئيس جمهوريه اخذ لقب بي الكل، ولازم يكون هو دائما بي الكل، نحن لازم نساعده ليكون بي الكل. في رئيس مجلس نواب عم يكون منفتح على كل القوى
وعما يدير لعبة مجلس النواب بطريقة كتير ديمقراطية وحضرية، وفي رئيس حكومي يعني الله يكون بعونه عم بيركض برا وجوا مشان تقدر يحسن الجو. نحن لازم نكون ايجابيين ونساعد بهذا الموضوع، وقت اللي في شيء محل منضوي عليه، بس بايجابيه منضوي عليه، مش بدنا ننزل نكسر ونخبط ونقطع الطرقات ونشعل الدوليب. هذا هو اللي هلا قبل ما نغادر انا وياك استوديو، غادر الوزير جبران باسيل الى ابيجان، الى ابيجان، وصل الى المطار وغادر الى ابيجان. خلص بقى تنشو قد ايه بدها من هون لابيجان اذا رحله مباشره؟ 8 ساعات ما بعرف هلا بالمباشر. بس طيب. بالعادي بدها شيء 7-8 ساعات. طيب اوكي، بس بدنا ننطر. اهلا وسهلا فيك طلال دويك رئيس حركه الارض. اهلا وسهلا فيك مجددا. مشاهدينا الكرام بشكر متابعتكم، الى اللقاء بحلقه جديده من حوار اليوم باذن الله.